من التقنيات الحديثة إلى الاكتشافات العظيمة، نغادر اليوم في رحلة إلى المستقبل. هذه الرحلة فرصة لنا لمعرفة ما وصلت إليه الاختراعات وما ستصل إليه بفضل رجال ونساء صمموا على المضي إلى الأمام. تجمعهم معا رغبة مشتركة في إحداث ثورة علمية في مجتمعنا. يعملون جميعا على ابتكارات ستكون لها تأثيرات هامة في حياتنا اليومية بفضل تصميمهم وأفكارهم. يبدو مستقبلنا أذكى وأكثر إشراقاً واستقراراً. تصنع 130 مليار قطعة ملابس سنوياً، ترمى منها ملايين الأطنان في الحاويات. تعتبر صناعة النسيج ثاني أكثر القطاعات تلويثاً في العالم، فاستخدام المواد الكيميائية وتلوث المياه والنقل بالجملة وظروف العمل غير الملائمة للموظفين غالباً ما يكون لها تأثير ضار في البيئة والسكان، وهذا واضح أمامنا. إذن كيف نصنع الملابس دون أن نؤذي الكوكب؟ هل من الممكن صنع الأقمشة من الألياف الطبيعية فقط؟ كيف ستبدو ملابس المستقبل؟ نلتقي أوين ديلافال الذي حقق إنجازاً في صناعة الملابس من نبات اللوتس، بينما أنتجت أنكي دوماسكو ألياف نسيج رائعة مصنوعة من الحليب. كارمن هيجوسا مصممة سلع جلدية مصنوعة من الأناناس تأمل بجعل البدائل أي الجلود النباتية أكثر استخداماً. وجيسن تشين باريستا الذي يستخدم رواسب القهوة كمزيل لروائح الملابس. ولدينا بيير داميان بيرجي المصمم المستقبلي الذي أثار إعجاب العالم كله بملابسه الإلكترونية. هؤلاء الناس ممتلئون بالأفكار البارعة التي يمكن أن تضفي مظهراً أخلاقياً جديداً ومستداماً على طريقة تصنيع ملابسنا. إنهم صناع الغد. إذا أردنا الحصول على ألبسة تدوم أطول، علينا البحث عن مواد حديثة. وجد الباحثون أفضل الحلول الفعالة من الطبيعة نفسها. تخبئ المحيطات والبحيرات مواد طبيعية خام وغير معروفة عند عامة الناس. سنتوجه الآن إلى آسيا لنكتشف أسرار نبتة بخصائص مدهشة. لقرون عدة كان الكمبوديون يزرعون نبات اللوتس التي يقدسونها، ويستخدمون الزهرة والمدقة والبذور، لكنهم يتركون سيقانها لتتحلل في الماء لأنهم يظنونها غير مفيدة. لكن أوين مهندس الاتصالات الفرنسي اكتشف إمكانات هذه السيقان، وقرر أن يتبع أسلوباً موروثاً لتحويل هذه السيقان إلى قماش. تقليدياً كانت الشابات يجمعن الثمار ويتركن باقي الساق بكامله في الماء. يبلغ طول بعضها متراً أو مترين أو 3 أمتار. لكن هذه السيقان تحوي كنزاً دفيناً، نحو 30 خيطاً من الألياف الناعمة الحريرية. تم تناقل تقنية نسج هذه الألياف في بورما لقرون عدة، لكن أوين أحياها في الزمن الحالي، وبعد 5 سنوات من البحث قام بتحسين جودة الخيط. كان لابتكار أوين تأثير اجتماعي، فهدفه توفير فرص عمل لمئات من نساء القرى الفقيرة لتحريرهن من قيود الزواج في منطقة ينتشر فيها العنف المنزلي. وعندما بدأ المشروع لم يكن من السهل العثور على مغازل لاستخراج الخيط. إنهم يعرفون نبات اللوتس، لكنهم لا يعلمون أن بإمكانك صنع الحرير منه. لذا في البداية كان من الصعب جداً العثور على معامل غزل توافق على العمل معنا، لأنهم لم يصدقوا ذلك. مرحباً. مرحباً. هذا أول معمل غزل قبل خوض التحدي في كمبوديا. ألست متحمسة؟ لا بأس. في البداية لم تكن متحمسة كثيراً، لكنها شرعت في الأمر. تعمل بوتيرة جيدة الآن. وجدت تقنية تمكنها من تدوير 5 سيقان لوتس في الوقت نفسه. والآن أصبح الخيط الذي تنتجه ذا جودة عالية جداً.
كان التحدي الآخر القدرة على صبغ الألياف بألوان نباتية طبيعية دون إضافة معادن ثقيلة للحفاظ على الطبيعة البيئية للمنتج. نستخدم العديد من أنواع الأخشاب المختلفة من الغابة. مثال هذا النوع من الخشب ينتج اللون الأصفر، وهذا النوع من الخشب ينتج لون الشوكولاتة. نستخدم الكثير من الفواكه مثل هذه الفاكهة التي يحبها الكمبوديون كثيرا. تحتوي على بذور حمراء صغيرة تعطي الألياف لونا أحمر جميلا. أرسل أوين بعضا من هذا الخيط لفحصه في مختبر المنسوجات والملابس الفرنسي. مهندسة المنسوجات إليزابيث جوفارت تدرس نبات اللوتس للمرة الأولى، وما اكتشفته كان مفاجأة حقيقية. اللوتس هو الألياف الدقيقة الطبيعية الأولى. الألياف الدقيقة كما يوحي اسمها هي ألياف ميكرومترية، لها قطر صغير جداً ما يقارب ميكرومتراً واحداً. الألياف الدقيقة أصغر بعشر مرات من الشعرة. إنها رائعة لأن كل تلك الألياف التي بداخلها تتميز بخصائص متنوعة من حيث النعومة والراحة والتهوية أيضاً. إذن اللوتس النبتة الوحيدة التي نعرفها تحتوي على ألياف دقيقة طبيعية، أما الأخرى تصنع صناعياً. ولتوضيح الفرق بين النوعين تقوم جوفارت بإخضاعها لاختبار امتصاص الماء لمعرفة أي من النسيجين يمتص الماء بشكل أفضل. تعتبر ألياف اللوتس الدقيقة رائعة لأنها تتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص الماء، أي أنك حين ترتدي المنتج سيكون رائعاً، فهو رقيق ومريح جداً، يعطي شعوراً بالسعادة بعكس البوليستر التقليدي المتميز بسماكته التي تسبب التعرق مع الحركة الكثيرة. مع القمصان المصنوعة من اللوتس سيمتص العرق ويطلق أسرع من أي قميص صناعي. وبعد يوم في الاختبارات المعملية كانت النتائج واضحة. تتمتع ألياف اللوتس بخصائص تجعلها استثنائية، وقوتها الميكانيكية تمكنها من العمل في معامل صناعية. هذه هي الأخبار التي انتظرها أوين في كمبوديا، وقد شجعته نتائج الاختبار على تحسين جودة أنسجة اللوتس، فقطع شوطاً طويلاً خلال سبع سنوات. الحائكة المحترفة شان أنغ من عائلة نساجين كانت أول من عمل مع أوين، مهمة صعبة بالنظر إلى مدى دقة الخيوط. حين قلت لوالدي إنني سأنسج خيوط اللوتس أخبراني بأن ذلك مستحيل، وكان ذلك ما ظننته أيضاً. في البداية غضبت من رئيسي في العمل لأنه ظل يطالبني بالعمل عليها من جديد. لم أكن أعرف كيف أنسج هذا النوع، لم أستطع فعلها. كانت خطوة كبيرة ومع أشخاص لم يعرفوا من أين يبدأون، فهي فكرة جديدة كلياً، فكان هناك بعض التردد في البداية، وكان علينا تشجيعهم، ثم بدأنا نحصل على نتائج مرضية يوماً بعد يوم. ندرة هذا القماش تجعله منتجاً ثميناً. تتراوح تكلفة السترة المصنوعة من اللوتس بين 3,000 إلى 5,000 دولار، وستباع في أفخم المحلات التجارية. نهدف إلى الاستمرار في خفض التكاليف لجعلها أكثر تنافسية مع أنواع الخيوط الطبيعية الأخرى ذات جودة العالية. لا يزال الحرير أرخص منها بأربع مرات، لذا نحن نعمل على خفض الثمن إلى سعر يكاد يكون منافساً للحرير. إذا نجحنا فأنا متيقن من أننا سنبيعه بسهولة كبيرة جداً. يدرس أوين فكرة القيام بمشاريع تعاونية مع العلامات التجارية الفاخرة الكبرى، ويأمل في إنشاء معامل نسيج أخرى في كمبوديا ليساعد سكان هذا البلد العزيز جداً عليه. لكن اللوتس ليس الكنز الطبيعي الوحيد الذي يلهم المبتكرين لابتكار أقمشة جديدة، فهناك مادة خام طبيعية أخرى أثارت اهتمامهم وتأتي من محيطاتنا.
سنتجه الآن إلى ساحل باتاغونيا في تشيلي إلى أقصى جنوب أمريكا الجنوبية. هنا ولد ستيفن بالقرب من بويرتو فاراس، ففي 20 سنة الماضية أصبح العديد من البحيرات والمضايق هنا أكبر موقع لتربية سمك السلمون في العالم. في العام الماضي تمت معالجة 500,000 طن من السلمون وتعبئتها في أحدث المصانع وأفضلها. ستيفن مصمم مشهور يعمل في أنحاء العالم، يأتي إلى هنا بانتظام ل4 سنوات للتسوق، ليس من أجل السلمون المميز الذي سيتم شحنه بالطائرات قريباً إلى اليابان والولايات المتحدة، بل من أجل جلودها التي تتراكم بالآلاف في هذه الصناديق يومياً. حالما رأيتها خطرت لي الفكرة على الفور، فمن المؤكد أنه سيكون شيئاً مرغوباً فيه، عالي الجودة، صديقاً للبيئة، وشيئاً مبتكراً أيضاً. أصبح مكب النفايات هذا منجم ذهب بالنسبة إلى ستيفن، ويشتريه بسعر قليل جداً لا يذكر. إن لم أخذ هذه الجلود فإنها ستبقى مكدسة في دلو مثل هذا لتتحلل وتصبح مادة زيتية يبيعونها بالطن، لذا فهي بالنسبة إليهم منتج ثانوي منخفض القيمة جدا. ما أفعله هو أنني آتي إلى هنا وأنقذها، أنظر للأمر على أنني أنقذها ثم أحولها إلى شيء آخر أكثر قيمة. من المهم أن يكون كل جلد مثاليا بأن يكون له نسيج جيد دون أي خدش، لذا فإنني أنتقيه واحداً تلو آخر. تتمثل فكرته في تحويل جلد السلمون إلى جلد بجودة عالية باستخدام هذه الدباغة التقليدية. ربما عملية دباغة جلد السلمون مماثلة لتلك المستخدمة في جلد البقر أو الغنم أو الخنازير. بمجرد إزالة البقايا اللحمية، يتم تدوير الجلود الممزوجة بالمواد المعدنية داخل أسطوانة باردة مدة 4 أيام. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتنعيم الجلد وجعله مقاوماً للعفن وغير قابلاً للذوبان في الماء قبل صبغه وتسويته وتجفيفه. في البداية عندما بدأنا بدباغة الجلد، كنا نأتي إلى هنا ليلاً أو يوم السبت أو عندما لا يكون الرؤساء في الجوار، كنا نأتي سراً وبهدوء لنعمل على جلد السلمون. كان مشروعاً أولياً، وفي النهاية بدأنا شيئاً فشيئاً بإنتاج مواد أفضل، وتمكننا من إقناع المالكين بالسماح لنا بمعالجة المزيد من الجلود، وسمحوا لنا بأخذ القليل من وقت الإنتاج لتطوير المادة الجديدة. أظن أن هذا أول مصنع في أمريكا اللاتينية والجنوبية ينتج مواد جلدية عالية الجودة يتم تصديرها إلى الأسواق الفخمة، إضافة إلى أنه شيء غير مألوف. يؤمن ستيفن كثيراً بمستقبل هذا الجلد الجديد، حتى إنه حول منزله إلى ورشة خياطة. الجلد قوي جداً، فكما تعلمون يسبح سمك السلمون حول العالم وفي الأنهار، يصطدم بالصخور ويعود لكي يموت حيث ولد، فجودة حراشفه تصبح أقرب إلى الجلود أكثر من أي شيء. هناك شيء آخر رائع عن هذا الجلد، وهو مدى مرونته. على سبيل المثال، إن أردت صنع غلاف لهاتفك أو شيء تغطي به هاتفك، لدينا هنا التفافات معقدة في أماكن صغيرة. هذا الجلد يسهل الأمر عليكم، فهو يلتف على الجوانب بشكل رائع. لذا كما ترون، قمت بلفه حول الهاتف، والنسيج يخفي الطيات على الجوانب. إنه مرن متين جدا، ومن السهل العمل به. حاليا هذا منتجه الأساسي، أحذية صوفية نعلها مصنوع من جلود سمك السلمون، محبوكة ومجمعة من قبل 30 امرأة في ورشته، مع احترام القيم البيئية والاجتماعية. قدرتي على العمل من المنزل لها ميزات رائعة، لأنني أستطيع الاعتناء بأولادي، فمن الصعب أن يعتني بهم أي شخص آخر غيري. العمل غير حياتي، إذ أصبحت قادرة على العمل من المنزل وكسب راتب ثابت مع راتب زوجي. إذن يتعلق الأمر بتعزيز علاقات قوية بين جميع الحرفيين وجهاً لوجه وشخصاً لشخص بشكل متساو، لا ننظر إليهم على
تمكنا من تحويل المادة المهملة أو القمامة إلى شيء يزن أكثر من فيليه سمك السلمون الفعلي. لا يمكن إعادة تدوير أي قمامة لتصل لهذه النتيجة، وهذا هو الهدف. أدرك ستيفن قبل الجميع أن استخدام المواد المتبقية من أماكن تربية الأسماك لا تزال في مراحلها الأولى. وصل الإنتاج العالمي لتربية الأسماك إلى 66 مليون طن قبل سنتين، متجاوزاً تربية الأبقار الذي وصل إلى 63 مليون طن، وبالتالي عدد الجلود الجديدة سيكون ضخماً. لا شك في أن أكبر خزان لهذه التجارة يمكن العثور عليه في آسيا، كما في تايلاند، حيث يهتم الناس بسمك البلطي، وهو أكثر الأسماك استهلاكاً في العالم. وكما حصل مع ستيفن، أدركت أنت شالي التي تعيش في بانكوك أن جلد سمك البلطي مفيد، بدلاً من وضعه في سلة المهملات أو مقلاة مملوءة بالدهون. في العام 2009 ابتكرت هذه المصممة طريقة لزيادة قيمة هذه المادة الخام والتي لها خصائص جلود السلمون نفسها. عادة بالنسبة إلى جلود البقر تكون طبقاتها مستقيمة بهذا الشكل، أما في جلد السمك فتكون ملتفة هكذا. يمكنكم أخذ مقص كهذا ووضعه في النعل ولن يتمزق، فهو قوي جدا، سيعجبك هذا. تستخدم أنت شالي جلود سمك البلطي في صنع الأحذية، يتراوح ثمن الزوج الواحد من 80 إلى 90 يورو، وتصنع للزبائن الذين يحبون الأصالة. يسألني الجميع كيف ابتكرت هذا الشيء؟ فنحن نأكل السمك ونرمي الجلود، وكيف تمكنت من صنع أحذية منها؟ تواصل معها تجار الجملة الإيطاليون والماليزيون لتطوير هذا السوق الجديد. لا يمكنني قبول طلبات كبيرة لأنني لا أملك مصنعاً خاصاً بي، لكن إذا كان أحد ما يملك مصنعاً خاصاً فيه آلات مناسبة يمكنه شراء المواد لصنع الأحذية بنفسه. لا يمكن دباغة جلود كل أنواع الأسماك، لكن سواء كان جلد السلمون أم البلطي أم سمك القد أم البرمون النيلي، فإن أمام هذا القطاع الجديد مستقبلاً مثيراً. جلد السمك ليس المنتج البحري الوحيد الذي يجذب انتباه المخترعين، ربما كنوز المحيط الأخرى كالقشريات مفيدة في صناعة الأحذية. في بلدة أونداي الواقعة في إقليم الباسك في فرنسا، استبدلت إحدى شركات الملابس والإكسسوارات البحرية بعض المواد البلاستيكية المستخدمة في تصنيع الأحذية المضادة للانزلاق بقشور المحار المسحوقة. تم هذا الابتكار بوساطة هذه الكرات الصغيرة بما يتناسب مع التصميم الأصلي. تحتوي هذه الحبيبات على 15% من المحار و 85% من الACPS، وهو بلاستيك قابل للذوبان، ونستخدم لونين مختلفين، وهو اختيار جمالي بحت باستخدام الحبيبات الخضراء. نقوم بلصق نعل الحذاء، ما يعطي المنتج تميزه، والقسم الأسود يشكل هيكل الحذاء. احتاج إلى 18 شهراً من البحث والاختبارات لتصميم هذا الحذاء المعاد تدويره. يكلف هذا المنتج الذي يستهدف الناس أقل من 10 يورو، ويستخدم في ركوب الأمواج والتجذيف والتزلج الشراعي، وهو بالفاعلية نفسها للمواد الصناعية الشائعة، ويتميز أنه صديق للبيئة. وبعدما تكلمنا عن الموارد المائية، لنعود إلى اليابسة لمعرفة كيف تساعد الطبيعة مصممي الغد في صناعة الجلود والأنسجة. سننتقل إلى لندن أولاً، إلى الكلية الملكية للفنون، جامعة مكرسة للفنون والتصميم. هذا هو المكان الذي نجحت فيه كارمن هيجوسا في تحويل الأناناس إلى جلد. يطلق على هذا النسيج اسم بيناتكس، وهو نسيج طبيعي مستدام مصنوع من ألياف الأناناس. استخداماته متعددة، ويمكن أن نصنع منه الحقائب والأحذية والأثاث. عندما صنعت البيناتكس، خطرت لي صناعة الجلد. لم تأتي فكرة إنتاج نسيج كالجلد في بال كارمن مصادفة، فقبل أن تحول انتباهها إلى الأناناس، كانت تعمل في صناعة السلع الجلدية الفاخرة لمدة 16 عاماً،
الشيء الوحيد الذي كانت تهتم به في ذلك الوقت هو الجودة، وخلال رحلتها إلى الفلبين، وهي دولة منتجة للجلود، اتخذت مسيرتها المهنية مساراً مختلفاً تماماً. ذهبت إلى الفلبين في التسعينيات، كانت وظيفتي تحسين صناعة الجلود للتصدير، لذا أمعنت النظر في ماهية الجلد. ذهبت إلى المدابغ، تكلمت مع الناس، وأدركت أن الجلد لا يعد منتجاً مستداماً تماماً، إنه يسبب التلوث، تدخل في صناعته الكثير من المواد الكيميائية وتتطلب عمليات طويلة. شعرت بعدم رغبتي في استخدام الجلد بعدها. يستخدم الكروم والعديد من المنتجات الكيميائية الأخرى في الدباغة وتساهم بشكل كبير في التلوث. إنها تثير الحساسية ويمكن أن تكون مسببة للسرطان أيضاً. غالباً ما تلقى هذه المكونات في الأنهار والروافد المجاورة وتلوث المياه الجوفية وتعرض عمالها للخطر. يسبب إنتاج الجلد هنا هدراً هائلاً للمياه، فدباغة كيلوغرام واحد من الجلد تتطلب 35 لتراً من الماء. اكتشفت كارمن ألياف الأناناس أثناء سفرها إلى الفلبين. تستخدم ألياف الأناناس في صناعة البارونغ تاغالوغ، وهو زي تقليدي للرجال في الفلبين. ظننت أنني سأفعل شيئاً بهذه الألياف، ويمكن استخدامها كبديل للجلد. تتميز ألياف ورقة الأناناس بالعديد من الصفات الرائعة، فهي قوية ومرنة وناعمة جداً. ما جعل كارمن تتساءل عما إذا كان من الممكن صنع جلد من أوراقه، والتي كانت تعتبر غالباً من النفايات حتى الآن. كانت الفكرة موجودة، لكنها تفتقر إلى المهارات التقنية لتحويل ألياف أوراق الأناناس إلى نسيج، ويكون قوياً بما يكفي ليحل محل الجلد. في سن 57، قررت العودة إلى الجامعة في الكلية الملكية للفنون. من خلال الجمع بين البحث وريادة الأعمال، قادت مشروعها بفريق من العلماء. في 1961، تخرجت بدرجة الدكتوراه في اكتشاف صناعة الجلود من أوراق الأناناس. الخطوة الأولى هي إزالة جزء من ألياف أوراق الأناناس الذي يجعلها قاسية، وهو البكتين. فهذا الجزيء الذي نجده في الفاكهة يعمل كعامل تبلور في الجيلي، وبمجرد إزالة هذه المادة تتحول الألياف إلى مادة ناعمة ومرنة تشبه القطن كثيراً. المرحلة التالية هي صنع شبكة غير منسوجة، لا تختلف عن نسيج الصوف، وهي عملية ميكانيكية تتم بوساطة إبر تتجه صعوداً ونزولاً بشكل متكرر آلاف المرات. كل هذا يتم في الفلبين، هذا شيء نفعله مع شركائنا، لكن كل ما يحدث في المصنع أمر سري، ولا أستطيع قول المزيد. تجميع الألياف الميكانيكي يعرف باسم البيناتكس. كل ما تبقى لفعله هو صبغه، ليشبه الجلد الطبيعي قدر الإمكان. هذه الخطوة الحاسمة الأخيرة هي العقبة الوحيدة التي تمنع مادة كارمن أن تكون صديقة للبيئة. بقي أمامي شيء واحد ما زلت أعمل عليه، وهو أن البيناتكس غير قابل للتحلل تماماً، لذا نستخدم الأصباغ البترولية وطلاءً عازلاً في الوقت الحالي. وحالياً أقوم بإعداد المقترحات وأتعاون مع العلماء لتطوير تركيبة قائمة على أساس حيوي بالكامل، وآمل أن يكون البيناتكس قابلاً للتحلل الحيوي خلال سنة لنصل إلى مبتغانا. ستواصل كارمن تطوير سلسلة الإنتاج خاصتها حتى تجد حلولاً مستدامة تماماً. إنها تفضل العمل مع جمعيات المزارعين التعاونية بدلاً من شركات تصنيع الأغذية الضخمة العالمية لتطور برنامج تجارة عادلة، وبعد جهد هائل أنشأت مجتمعاً ناجحاً. أصبحت أوراق الأناناس مربحة بفضل استخراج أليافها، وبالتالي تتحول النفايات الناتجة عن هذه العملية إلى سماد، ثم تنتج غازاً حيوياً. لا شيء يذهب هباءً، وكل مرحلة توفر مصدر دخل للجمعيات التعاونية. بدأ هذا المجتمع الاقتصادي والبيئي السلس يؤتي ثماره. وصل إنتاج البيناتكس لثمانية أطنان في السنة. تأمل كارمن في الوصول إلى 20 طناً في حلول العام 2017، لأن الطلب عليها يزداد،
لذلك يبدو أن أمام هذا البديل للجلد مستقبلاً عظيماً. إن إنتاج الأشياء بأكثر استدامة وباستخدام مواد طبيعية كالبيناتكس ربما يكون جزءاً أساسياً من مستقبلنا، لكن هناك منتجات أخرى في مخازننا سنستخدمها لصنع أقمشة أقل سمية دون إدخال منتجات كيميائية. في ألمانيا لجأت إحدى المصممات إلى الحليب وخصائصه. دعونا نتوجه إلى هانوفر، في المكان الذي طورت فيه أنكي دوماسكو خيطاً طبيعياً وبيئياً 100% مصنوعاً من الحليب غير الغذائي. كانت والدة جدتي صانعة قبعات، لذا خرجت لرؤية هذا العالم في سن مبكرة. ذهبت إلى الولايات المتحدة في 16. عشت هناك في مزرعة ألبان. بعد تخرجي من الثانوية ذهبت إلى اليابان، حيث زاد إلهامي كثيراً، ثم عدت إلى ألمانيا وقررت إطلاق علامتي ملابس خاصة بي والتي لم أخطط لها مطلقاً. مبيعات هذه الملابس مكنتها من دفع تكاليف دراستها في علم الأحياء الدقيقة والوراثة في جامعة غوتينغن. في نهاية الدورة قررت أنكي الجمع بين تصميم الأزياء وعلم الأحياء الدقيقة لإنشاء ألياف جديدة، وهي ألياف حليب طبيعية تماماً. لم يكن صنع القماش من الحليب أمراً جديداً. تعود أولى المحاولات الصناعية إلى ثلاثينيات القرن الماضي. كان الكيميائي الإيطالي أنطونيو فيرتي من واصل عمل الألماني فريدريك توتنهاوت خلال الحرب العالمية الأولى. في هذه المنافسة القاسية كان الإيطالي أول من أنتج ألياف الحليب بنجاح، لكن عملية التصنيع الخاصة به لم تأخذ تأثيرها البيئي في الحسبان، فقد تم استخدام الأسيتون والميثانال وهيدروكسيد الصوديوم وحمض الكبريتيك بكميات كبيرة. كما كان الخيط ذا نوعية رديئة يتكسر أو يتغير شكله في الظروف الرطبة، لذا كان يجب جمعه مع ألياف أخرى لاستخدامه مثل الصوف أو القطن أو الفيسكوز. استغرقت عملية التصنيع 60 ساعة وتطلبت استخدام العديد من المنتجات الكيميائية، لكني أردت أن أترك الحليب في حالته الطبيعية، وهذا هو الشيء المميز في ابتكارنا، أن نستخدم مواد خاماً طبيعية 100%. هذه العملية أبسط بألف مرة من ذي قبل وتستغرق 5 دقائق على الأكثر. المواد الخام متوفرة بكميات كبيرة. في ألمانيا وحدها يتم التخلص من 2 مليون طن من الحليب سنوياً لأنه غير صالح للاستهلاك أو لم يباع. حالياً وللمرة الأولى في العالم أقوم بتطبيق نظام لجمع الحليب غير الغذائي ولم يكن موجوداً حتى الآن. أقوم بجمع هذا الحليب من 3 موردين، مزارعين ومتاجر الألبان والمتاجر الكبيرة الذين يتخلصون من السلع المنتهية الصلاحية. سيلكي سيني منتجة ألبان بالقرب من هانوفر وافقت أن تكون مزرعتها جزءاً من نظام التجمع التجريبي هذا. تكافئ أنكي دوماسكو جهود سيلكي بشراء حليبها غير الغذائي مقابل 4 سنتات لكل لتر. عندما تكون الأبقار مريضة نعطيها دواء ما، وقد يندمج الدواء في الحليب في النهاية، لذا علينا التخلص منه. كذلك سيكون من الأفضل إن تمكننا من استخدامه لصنع شيء آخر مثل القماش أو المنتجات غير الغذائية. لكن أمراض البقر والدواء الذي يتم إعطاؤها إياه لن يوجد في ألياف الحليب، لأنه ليتمكن من إنتاجها يجب عزل المكون الرئيسي وهو الكازين. الحليب عبارة عن خليط من الماء والدهون والسكر والبروتينات. 82% من هذه البروتينات هي الكازين. لذلك لإنتاج ألياف الحليب يجب عزل الكازين أولاً، ثم تضيف حمضاً إلى الحليب مثل الخل على سبيل المثال لتفكيك هذا البروتين، ثم تنفصل جزيئاته عن المادة السائلة، وبمجرد أن يتم ذلك تجفف هذه المادة كمسحوق.
لعزله يجب أن يخضع هذا المسحوق عديم الرائحة لسلسلة من التحولات. أولاً، يتم تخفيفه بقليل من الماء، ثم يخلط مع بعض المكونات الطبيعية التي تبقى سرية. ومع ذلك، وافقت أنكا دوماسكو على الكشف عن جزء من وصفتها. للحصول على ألياف حليب طبيعية وقوية في الوقت نفسه، تضيف بعضاً من مسحوق الكازين والبروتينات النباتية والتي تعدل بعد ذلك. من نسيج الألياف، بعد تسخينها وضغطها، تصبح المادة كالعجينة جاهزة للغزل بوساطة الآلة. إنتاج هذه الألياف أكثر ملائمة للبيئة من القطن. ووفقاً لعالمة الأحياء المجهرية هذه، لإنتاج كيلوغرام واحد من هذا المنتج تحتاج إلى لترين من الماء، والكمية نفسها من القطن تتطلب 10,000 لتر. منتج نباتي طبيعي صالح للأكل، ولإثبات ذلك تذوقته أنكا بنفسها. أجل، يمكنكم تناول هذه الألياف بالطبع. هل أعطيتني منها؟ هذه الألياف طبيعية تماماً. دائماً أقول إن علينا تجربة الأشياء مرة واحدة، لكن يمكنكم تجربة هذه الألياف عدة مرات. مرحباً. أهلاً بك، سعيدة برؤيتك. وأنا أيضاً. يمكنك أن تري هنا نتائج الاختبارات. حان الوقت لاختبار الخصائص الميكانيكية لهذه الألياف لمعرفة ما إذا كانت ستصنع قماشاً ناعماً للطي وقوياً لا يتمزق. النتائج إيجابية، لأن قوة هذا الخيط تساوي قوة الصوف. قد يبدو المبدأ واضحاً، لكن الصعوبة تكمن في التفاصيل الصغيرة. إنه تحدي كبير أن تصنع ألياف نسيجية من مواد خام طبيعية 100% يمكنك غسلها وكيها وارتداؤها يومياً. وفقاً للمخترعة، يمكن استخدام الملابس المصنوعة من الحليب مثلاً بقطعة ملابس أخرى، وبمجرد التخلص منها ستتمتع بميزة التحلل البيولوجي بعد 6 أسابيع. بحسب علمها وبعد 5 سنوات من البحث، فإن أنكا هي أول من حقق هذا الإنجاز في العالم. الرضا المضاعف عن النفس عامل أساسي لنجاح مصممة الأزياء، والتي تقوم الآن بتحويل المواد التي صنعتها إلى مجموعة ملابس. أنتجت أنكا بنجاح ألياف حليب طبيعية تماماً، لكن شراء فستان حليب 100% يكون سعره باهظاً. حتى الآن، كمية إنتاجنا القليلة تعني أن علينا دمج مواد خام أخرى في ملابسنا كهذه، والتي يوجد فيها الفيسكوز. إننا ننتج ما يكفي من الألياف لصنع قماشاً مصنوعاً من حليب البقر الخالص، لكن الأمر يعتمد على السعر الذي يستعد الزبون لدفعه. قطاع جديد أخذ في الظهور الآن، وبدلاً من زبائنها الفرديين، ستصبح شركات صنع الأنسجة زبائنها الرئيسيين. على المدى الطويل، هناك أيضاً إمكانات كبيرة له داخل صناعة السيارات أو حتى الصناعة الطبية، حيث يمكن استخدام الألياف كضمادة طبية، ما يعزز رغبتنا في مساعدة الناس، وتطبيق هذا الأمر عزيز علي بشكل خاص. في هذه الأثناء، تباع أفضل مجموعة من ملابسها في صالة العرض وفي متجرها عبر الإنترنت. كل فستان يكلف 200 يورو. تختار العديد من النساء ارتداء هذه العلامة التجارية الآن كزميلة أنكا التي ترتدي ملابس مصنوعة من الحليب، كما الآن في جلسة التصوير هذه. جميل. استعداداً للحملة الدعائية التالية. ارتداؤها مريح جداً، ملمسها ناعم كما لو أنك ترتدي الحرير، لكن هنا على الرغم من حرارة أجهزة العرض ما زلت أشعر بالبرودة. كما قلت تواً، ارتداء هذا الفستان يمنحك شعوراً رائعاً حقاً. قد تصبح هذه الملابس المريحة الطبيعية عصرية بفضل مشاهير هوليوود الذين يرتدون تصاميمها المبدعة.
لا أشعر بأنني أعمل، فأنا أستمتع كثيراً. بالنسبة إلي، لا أستمتع بالقيام بالوظيفة ذاتها كل يوم. سأشعر بالملل حقاً. أظن أنه من الرائع أن تواجه تحدياتاً جديدة باستمرار وأن تتاح لك الفرصة لتوسيع نطاق عملك. قدرتي على تغيير الأشياء تمنحني متعة كبيرة. هذا العام تأمل في استخدام 6,000 طن من الحليب في سلسلة إنتاجها. من المؤكد أن لدى أنكي ما تستمتع به، فهناك مليونات طن يتخلص منها في ألمانيا سنوياً. لذا من المحتمل اصطياد عصفورين بحجر واحد، الإنتاج بطريقة أكثر ملائمة للبيئة مع إعادة تدوير النفايات. يذهب بعض المبتكرين إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم ملابس ذات قوى خارقة مذهلة، كما مع مشروب نستهلكه بشكل يومي، القهوة. في كل يوم نشرب 2,000,000 فنجان من القهوة في جميع أنحاء العالم، وبذلك ننتج كميات هائلة من ترسبات القهوة. في فرنسا وحدها يتم سكب 600,000 طن من هذه البقايا الناتجة عن القهوة المخلوطة في سلات المهملات كل عام. فلهذا المنتج الثانوي قدرة على القضاء على الروائح الكريهة، فيمكن استخدامه كمزيل طبيعي للروائح الكريهة. في جزيرة تايوان اكتشف جيسن تشين هذا، واستثمر أكثر من 2,000,000,000 دولار في البحث والتطوير للاستفادة من ترسبات القهوة لإزالة الروائح من المنسوجات. ابتكار جيد وبديل للكربون النشط الذي يستخدم حالياً في منسوجات الملابس لامتصاص روائح الجسد السيئة. الفرق هو أن الكربون ينتج لذلك الغرض بالتحديد، في حين أن القهوة عبارة عن منتج من نفايات موجودة بكميات وفيرة. جاء بهذه الفكرة مصادفة في المقهى عندما طلب أحد الزبائن بعضاً من ترسبات القهوة للتخلص من الروائح الكريهة في ثلاجته. حينها خطرت فجأة في بالي فكرة، قلت: حسناً، بما أن ترسبات القهوة تزيل الروائح الكريهة، لما لا أعود وأجرب ذلك لكن على نسيج الألبسة؟ هنا في مختبر أبحاثه يمكننا اكتشاف مقدرة القهوة على امتصاص الروائح الكريهة من خلال النظر إلى ترسبات القهوة تحت مجهر مكبر بمقدار 200,000 مرة. وجدنا في ترسبات القهوة أن في داخلها العديد من المسام، ويوجد حولنا الكثير من الجزيئات، لأن الروائح تأتي على هيئة جزيئات. بإمكاننا رؤية ذلك في العطر، حيث ترش العطر على أشعة الشمس تستطيع أن ترى جزيئاته في ضوء الشمس، ثم تدخل هذه الجزيئات في مسام ترسبات القهوة. لقد رأيناها تنجذب إلى تلك المسام، إذن فالجزيئات تنجذب وتدخل فيها، وبالتالي حين تخرج رائحة ما تسحبها المسام وتخفيها. تدور جزيئات الرائحة الكريهة في الهواء باستمرار، وعندما تتلامس مع التجاويف داخل القهوة فإنها تبتلعها وتظل محاصرة، وهكذا تختفي الروائح الكريهة. المشكلة هي أنه بعد نحو 6 أشهر تعاود الظهور. لاحظ جيسن أن تجاويف القهوة تحتوي على الزيت، وأدرك أنه لاستخراج الزيت يمكن احتجاز الروائح الكريهة بشكل أكثر استدامة، وستستمر قوى إزالة الروائح الكريهة في الأقمشة إلى الأبد. هذه هي الرائحة الكريهة. في هذا المختبر يتحقق 4 علماء أحياء بانتظام من مدى فاعلية أقمشة ترسبات القهوة المختلفة في امتصاص الروائح عن طريق حصرها في أنابيب اختبار ذات روائح كريهة. نقوم بوضع قماش قهوتنا في هذا الأنبوب، وسوف نكتشف تغير تركيز الرائحة. بعد ذلك يمكننا قراءة البيانات في الحاسوب، فكما نرى هنا نسبة التركيز في هذا الأنبوب الفارغ هي 1.700، ونسبة التركيز في الأنبوب الذي يحتوي على قماش القهوة هي 3.45، وبالتالي نعلم أن هذا القماش يقلل من تركيز الرائحة الكريهة. من بين أسوأ 4 روائح جسدية لدينا، ستقلل القهوة من رائحة البول، وهي الأكثر تركيزاً بنسبة 60%، ورائحة القدمين بنسبة 95%.
يتم جمع 500 إلى 600 كيلوغرام من ترسبات القهوة يومياً من مقاهي تايوان وإحضارها إلى هنا إلى الطابق العلوي من الشركة. عندما تجمع ترسبات القهوة من المقاهي علينا الانتظار يومين لتجفيفها، وإلا سيكون هناك الكثير من البكتيريا في الداخل ولن تكون الرائحة جيدة، لذلك نحتاج إلى الاحتفاظ بها طازجة حتى عندما نجمعها حتى تحافظ على صفاتها. لتجنب التجسس المهني يجب أن تبقى بقية العملية سرية، لكن مديرة الاتصالات وافقت على إخبارنا بأن ترسبات القهوة تضاف للألياف الصناعية القائمة على البلاستيك. نستخدم ترسبات القهوة لصنع هذا، هذه مادة PET. إذن نبدأ بصناعة دفعة PET الرئيسية بالإضافة للقهوة المطحونة للحصول على هذه، وهي الدفعة الرئيسية من إسكافي، ثم نضيف المزيد من ترسبات القهوة في الداخل، ما يجعل الأمر غير طبيعي، وبالتالي نحصل على ألياف القهوة. تظهر هذه اللفافة التي تم تكبيرها بمئتي ألف مرة تحت المجهر أن حبيبات القهوة موجودة على طول الألياف. هنا المعمل الذي تخضع فيه الأقمشة الجديدة المصنوعة من حبيبات القهوة لسلسلة من الاختبارات للتحقق من صلابتها ومقاومتها للماء وللتآكل. إنها عملية تعذيب لها. يأتينا 30 عميلاً على الأقل كل يوم يطلبون أنواعاً مختلفة من المواد. بعض هذه الأقمشة الجديدة مغطى بطبقة دهنية دقيقة لجعلها مقاومة للماء. وبما أن جيسون لا يحب التخلص من شيء، فإنه يصنع أشرطة أفلام من زيت القهوة الذي استخرجه من ترسبات القهوة. لإثبات مدى روعة اختراعه، يود جيسون أن يقدم إلينا هذا العرض التوضيحي. صنعت هذه الأداة بنفسي، صممتها وأطلقت عليها اسم الكأس السحرية. سأضع سمكتين لأريكم أن الماء لا يتسرب وأن الهواء يدخل من القماش. تظهر الفقاعات، ما يعني أنهما تتنفسان وتمارسان الرياضة. هيا هيا، اقفزا اقفزا، إنهما سمكتان سعيدتان. كيف تتنفسان ولماذا لا يتسرب الماء؟ ذلك لأن لدينا نسيجاً خاصاً، نسيجاً ذا مسام دقيقة، يمكننا إخراجها الآن. رائع وجاف جاف جاف. مبيعات الأقمشة التي تحتوي على ترسبات القهوة تزداد بشكل هائل، والعديد من العلامات التجارية الضخمة تعود لطلب المزيد. ستصنع ملابس المستقبل من مواد خام طبيعية أو معاد تدويرها من النفايات، لكن هل ستكون لها قدرات أخرى؟ وهل يمكن أن نتحدث قريباً عن الملابس الذكية التي يمكن أن تعتني بنا؟ بيير داميان بيرجي من محبي الرياضات الشتوية، لكن الأهم أنه عالم شغوف بالتقنيات الحديثة، خصوصاً الملابس التواصلية. لتحسين أدائه الرياضي والحفاظ على السوائل وتجنب الإغماء، قام بتطوير قميصاً يجمع عرقه ويحلله. إذن استغرقت 20 دقيقة في التزلج، 20 دقيقة من الجهد، 20 دقيقة من العرق، لذا فإن هذا القميص الذي أرتديه اليوم وبفضل مستشعرات العرق يمنحنا المعلومات التي يقدمها إلينا العرق. المستشعر مدمج في الغشاء الداخلي للقميص، تنتقل هذه المعلومات عن طريق الأسلاك. إنها هذه الخطوط الرمادية كلها، وهي متصلة بجيب خلفي يظهر بين لوحي الكتف. إنها تدمج جميع الإلكترونيات. إنها شريحة إلكترونية صغيرة تحلل جميع الإشارات القادمة من مستشعر العرق وترسلها مباشرة إلى ساعة الخاصة أو ربما إلى هاتف الذكي.
لا يزال البرنامج الذي يحلل البيانات قيد التطوير، ولكن النظام المدمج في القميص يعمل بفضل الابتكار المزدوج. القطعة من هذه التكنولوجيا تشبه ورق النشاف، لذلك من السهل وضعها في القميص. الجزء الثاني من هذه التكنولوجيا هو هذا الجزء الإلكتروني الذي نقوم بتجميعه ضمن طبقة ناعمة في القماش ووضعه كطبقات رفيعة، فتلتقط المعلومات وترسل إلى نظام الإلكترونيات. كيف يعمل؟ لمعرفة ذلك أتينا إلى مختبر CEA التي في غرينوبل. هذا هو القميص الذي كنت أرتديه سابقاً في الغابة، والذي يحتوي على مستشعرات العرق التي تمكننا من قياس كمية ونوعية العرق. هذا المكان الذي طوروا فيه مضخة العرق. للمساعدة في شرح النظام، أعاد المخترع شرح أسس ما يحدث داخل القميص على مقياس مصغر. تقوم المحقنة المملوءة بالماء بتوصيل القطرات بالسرعة التي يتعرق بها الجسم أثناء التمرين المعتدل. عندما تنقع ورقة النشاف في الماء ببطء، ترسل إشارة كهربائية معلومات حول كمية الماء المفقودة خلال فترة زمنية معينة عن طريق إضاءة الصمام الثنائي. يقوم مستشعر آخر بقياس نوع العرق بناء على تركيزات البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم التي يحتوي عليها. عند دمج هذه البيانات يمكننا تحديد مستويات إرهاق الرياضي. إنها تخبر الشخص في الوقت ذاته الذي يمارس الرياضة بمستويات الأيونات وكمية السوائل التي فقدها. فبفضل قميصي سأعرف كمية المياه التي أحتاج لتعويضها بعد التمرين ونوع الماء الذي سيوفر المواد التي أحتاج إليها للتعافي من التمرين. كان اللجوء إلى هذا الاختراع لحاجة أصحاب المهن الخطيرة له. رجال الإطفاء وضباط الشرطة وغيرهم يحتاجون إلى معرفة مستويات إرهاقهم ليتمكنوا من تنفيذ مهامهم لأطول فترة ممكنة. الإرهاق والتوتر أمران اعتياديان عند رجال الإطفاء في باريس، فعند تعرضهم للنار تتحمل أجسامهم ضغطاً كبيراً. سيلفان ليو متخصص في إنشاء أجهزة استشعار التحدث، أنتج خوذة ذكية وأتى ليقدمها لرجال الإطفاء. هذه خوذة عادية إلا أنها تحتوي على أجهزة استشعار فيزيولوجية. جميع المستشعرات مثبتة في مكانها عدا الملقط الذي يجب توصيله بالأذن. ما عليك هو تثبيته على شحمة أذنك اليسرى. ثم يسأله سيلفان بعض الأسئلة من أجل تعديل إعدادات النظام وتعيين منبها شخصيا له. كم طوله؟ 182. حسناً، وكم وزنه؟ 93 كيلوغراماً. الهدف هو مراقبة صحة رجال الإطفاء طوال العملية. يتم إجراء الاختبار خلال جلسة تدريبية في غرفة التدريب. يبقى رجال الإطفاء لمدة 20 دقيقة محاطين بأبخرة سامة يمكن أن تشتعل في أي لحظة. يتم التحكم في كل شيء، ولكن عندما ترتفع درجة الحرارة إلى 200 درجة يتعرض الجسم لخطر ارتفاع الحرارة. في الخارج يسجل البرنامج ويحلل كل حركة وكل نبضة قلب. ما تراه هنا يدعى جامع البيانات، إنه يجمع كل بيانات رجال الإطفاء. لدينا رجل إطفاء واحد هنا، لكن يمكن أن يتسع لثمانية أشخاص. يمكنك أن ترى مثلاً درجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الخوذة ومعدل ضربات القلب ومعرفة إذا كان رجل الإطفاء يتحرك أم لا. تستمر الحرارة بالارتفاع داخل غرفة التدريب، قد تصل إلى 400 درجة عند نهاية السقف، لكن البرنامج يشير إلى أن كل شيء على ما يرام. عملياً كيف نستطيع استخدام هذا البرنامج؟ كانت هناك حالات ضاع فيها رجال الإطفاء بعدما احترقت نصف معداتهم. هذا مثال يخبرنا بالعودة تجنباً لمواجهة مشكلة. يتغير المؤشر من الأخضر إلى الأحمر عند أدنى تغيير. يمكنك أن ترى رجال الإطفاء يبدون في منطقة خضراء، أي أن ثوابتهم الفيزيولوجية ضمن الحدود، لذا لدينا وحدة قياس ذكية مخبأة داخل البرنامج. تم فتح الأبواب أخيراً. ينتهي رجال الإطفاء من إطفاء الحريق والتخلص من الأبخرة السامة بتيار كبير من المياه. رأينا أنه أثناء إغلاق غرفة التدريب ارتفعت درجة الحرارة ارتفاعاً كبيراً، لكنك حافظت على درجة حرارة طبيعية. لاحظنا أن معدل ضربات قلبك ارتفع عندما ارتفعت درجات الحرارة، لكن لم يتجاوز الحدود الفيزيولوجية. أدرك مساعد اتخاذ القرار أن كل شيء تحت السيطرة. وصلنا إلى نيم، المكان الذي طور فيه سيلفان وفريق بودي سينز الخوذة الذكية.
سيلفان المسؤول عن تفسير البيانات المرسلة بوساطة الغطاء. الأمر المثير جداً هو أن هناك اتصالاً بشرياً، علاقة إنسانية مع كل من رجال الإطفاء وعلماء الفيزيولوجيا. كانت معلوماتي مقتصرة على الحواسيب، والآن أعرف الكثير عن جسم الإنسان، وبهذا البرنامج أصبحت قادراً على إنقاذ الأرواح. الجهاز المخفي داخل الخوذة هو مقياس التأكسج، يسجل الملقة معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في دمه، يرسل إشارتين الحمراء والأشعة ما تحت الحمراء. سنضعها عليك، ثم سنصور الإشارة على الحاسوب. يقوم مقياس التأكسج النبضي بتسجيل علامتين، معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم. في كل مرة ينبض فيها القلب، يرسل الدم عبر الأوعية الدموية. يمر الضوء الأحمر في الملقة عبر الأوعية، ينقطع تدفق الضوء مع مرور الدم المار، فيسجل الملقة الإشارة، النبض. في حين أن إشارة الأشعة ما تحت الحمراء باللون الوردي تتفاعل مع مرور الأكسجين الذي تنقله خلايا الدم الحمراء، تخبرنا هذه الإشارة عن كمية الأكسجين في الدم. يستخدم هذا النوع من أجهزة الاستشعار في المستشفيات، لكنهم يستخدمون أجهزة كهذه، إنها مرهقة وثقيلة جداً ويصعب حملها. أفضل ما في المشروع أننا نعالج جميع المعلومات في وحدة قياس صغيرة كهذه. هذه وحدة أبيفاي، العقل المدبر للخوذة. داخل وحدة أبيفاي توجد الشريحة التي تتكون من موصل يربطها بغطاء المستشعر، ومعالج دقيق يقوم بمعالجة المعلومات وحسابها. شريحة جي بي إس، مكون التردد اللاسلكي لإرسال المعلومات، ومقياس التسارع. يتكون مقياس التسارع من لوح متحرك يتحرك بين لوحين ثابتين. يعمل هذا النظام على أساس ثلاثة محاور، ما يجعل مراقبة تحركات رجال الإطفاء ممكنة. إذا بقي رجل الإطفاء لعشرين ثانية بلا حراك، يرسل مقياس التسارع إشارة استغاثة. وأخيراً، تحتوي الخوذة على مستشعر حرارة، يقيس درجة حرارة رجل الإطفاء ودرجة الحرارة الخارجية. كل هذا موجود في خوذة تتكلم. ملابس ذكية، مهما كان غرضها، من المؤكد ستستمر في التطوير وإيجاد طرق لمساعدتنا. مع كل هذه الابتكارات، تتجه صناعة النسيج نحو مستقبل مشرق تخدم فيه البشر والكوكب، بفضل العمل الدؤوب الذي قام به هؤلاء الرجال والنساء الخارقون على أرض الواقع. يمكن إنهم صناع الغد.